اللي بعده من كوره 11 وحسابهم على تويتر، واللي بيتكلموا على ان بعد خروجه من حسابات كولر عرض خليجي ضخم يقرب الجناح الطائر للاهلي من الرحيل خلال الميركاتو الشتوي. وحاطين لك بقى صوره مين؟ صوره برونو سافيو، عشان بقى ايه ده؟ برونو سافيو اللي هيمشي؟ فانت تخش تقرا الخبر. في كل الاحوال هم بيتكلموا على حسين الشحات. انا مش عارف ايه مشكله الناس مع حسين الشحات. يعني مين قال ان هو خرج من حسابات كولر؟ ده لاعب شارك مع كولر في بعض المباريات في السته اللي فاتوا، اول ست ماتشات رسميين تمام لكولر. اللاعب شارك وموجود ضمن الحسابات، منهم مباراه مثلا شارك فيها كاساسي. تمام؟ وفي مباريات شارك فيها كبديل. اخر مباراه مثلا او المباراه اللي قبل الاخيره مثلا بتاعت الزمالك في السوبر تم استبعاده لرؤى فنيه محدده خاصه بان كان في اصابه ديانج، فحطيت فخري على الدكه احتياطي. تمام؟ وبقيه العناصر انت كنت محتاجها طبقا لخططك في المباراه واستراتيجيتك. عشان كده وتم ابلاغ حسين الشحات بكده، عشان كده تم استبعاد حسين الشحات من قائمه مباراه الزمالك في السوبر. طب مباراه الداخليه ايه اللي حصل؟ ما شاركش ليه؟ خرج بره القائمه ليه؟ هل الراجل مش مقتنع بيه؟ لا، الراجل كان عنده نزله برد. انت شايف الموضوع بسيط جدا. الراجل كان عنده نزله برد. هتاخده معاك في القائمه وعنده نزله برد؟ لا. طيب ليه الناس عماله تتكلم عن حسين الشحات؟ انا مش لاقي تفسير، ممكن التفسير يبقى عند حسين نفسه او عند الناس نفسهم. اللي بيحاولوا يقولوا او يخرجوا حسين الشحات غصب عن عينه وعن عين المدير الفني بره حساباته، بره حسابات كولر. يا جماعه الكلام ده غير حقيقي بالمره، وحسين الشحات موجود وعنصر مهم في تشكيله النادي الاهلي، وعقده بيقترب انه ينتهي، لكن توقيتات مناسبه هيتم الاعلان فيها عن بعض التفاصيل المهمه، فبالتالي ما تصدقوش الكلام ده بالمره. ولا بديك معلومه اكيد، حسين الشحات في حسابات كولر لا خرج من حساباته ولا مسافر ولا رايح ولا جاي ولا عروض ولا مش عروض. وارد ان يجي له عروض بالمناسبه، اي لعيب في الاهلي طبيعي يجي له عروض، ده لعيب في النادي الاهلي اكيد لعيب جامد جدا. لكن فكره خروج حسين الشحات غير مطروحه حتى هذه اللحظه، واللاعب الراجل مهتم بيه جدا وفي حساباته بكل تاكيد. لكن ده الخبر يعني. ماشي. الاهرام سواء على تويتر بيتكلموا على ان تخطيط الاهلي، لجنه التخطيط يعني، ترفض بيع محمد محمود، ده مؤكد. وهنا هنا يا جماعه لازم نفسر او نوضح حاجه. اول حاجه محمد محمود ممكن حاليا ما يبقاش في حسابات كولر بالفعل، احنا هو واضحين مع حضراتكم. لكن الموقف ايه؟ ان هو يخرج اعاره، ده الاقرب في شهر يناير، ده الاقرب الا اذا حصل متغيرات. لكن هل ممكن يتباع محمد محمود؟ لا. الاهلي مش هيبيع محمد محمود. الاهلي هيطلعه اعاره طبقا لوجهه نظر المدير الفني، والمدير الفني جه قال لك انا عايز محمد محمود خلاص، يبقى هيقعد محمد محمود، ودي ممكن تكون رغبه كمان موجوده على النادي الاهلي، لان اكيد في قناعه كبيره جدا عند المسؤولين في النادي الاهلي وعند جمهور النادي الاهلي بامكانيات محمد محمود، ما فيش حد يختلف عليها. حظه سيء واصابات متكرره واصابات مش سهله تقيله، اثنين صليبي في غضروف بتاع، حظه كان سيء جدا. لكن مؤكد ان هو بيشتغل على نفسه بشكل مميز جدا دلوقتي، وزنه قل شويه والجانب البدني بتاعه مهتم بيه، وبنشوف متابعين اللاعب مثلا على السوشيال ميديا وبنشوف يعني. لكن المؤكد فعلا زي ما الخبر بيقول ان الاهلي مش هيبيع محمد محمود، لكن وارد جدا ان هو يخرج اعاره في يناير، وهنترقب ونشوف الموقف ايه. تعال نشوف كمان خبر بعديه، اعتقد بيتعلق برضه محمد محمود. قال لك الاهلي يحاول حل ازمه محمد محمود مع كولر. هنا بقى لازم نوضح حاجه يا جماعه، مفيش اصلا ازمه. يعني مثلا محمد محمود مش دخل اتخانق مع كولر او شد مع كولر او قال كلام ضايق كولر او اي حاجه او شوح لكولر او اي حاجه، مفيش اصلا ازمه. هو الموضوع كلها وجهات نظر فنيه. الراجل شايف من وجهه نظره ان هو مش محتاج محمد محمود، اتفرج عليه في فتره الاعداد، ممكن محمد محمود ما كانش موفق مثلا فيها ولا حاجه، فقال لك لا محمد محمود خارج حساباتي. وقال لك انا معايا قائمه محدده او معايا عدد من اللاعبين محدد، انا بحب العدد ده بس اللي معايا في التمرين، فبناء عليه تم استبعاد مثلا محمد محمود، تم استبعاد مثلا واحد زي زياد طارق من المواهب المميزه. لكن هو يعني ما فيش اصلا ازمه، هي كلها وجهات نظر فنيه برضه عشان نوضح الموضوع اللي زي ده. بعد كده بقى هل محمد محمود هيستمر مع النادي الاهلي ولا هيطلع عاره؟ ده قرار كولر بالتنسيق مع المسؤولين في النادي، وننتظر ونشوف الرسمي هيكون ايه.